عيدكم بهجة ونور والفرح ينشر عبيرة، خلني يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة. محلى الطفولة والفرح زهرة وفولة في صعد الأطفال، يلا كلنا ننعم بخيرة. كل عام وأنتم للقلب مصدر النور، كل عام وأنتم للروح مصدر الفرح، كل عام وأنا أجمع كل كلمات الاحترام والتقدير لأصنع بها قلادة أهديها لكم، كل عام وكل آمالكم وأمانيكم تتحقق إن شاء الله، كل عام وأنتم أغلى ما في هذه الحياة، كل عام وأنتم بخير. عيدكم بهجة أحبة المشاهدين. اليوم إحنا معنا طفلين أكثر من رائعين كالمعتاد دائما في عيدكم بهجة، كل أطفالنا حبوبين ورائعين زيكم يا أطفال يا حلوين. اليوم حنعيش لحظة جميلة جدا مع محمد ولما، خلوكم معنا. ترحيب كبير، العروسة دخلت. تفضلي حبيبي، تفضلي ماما، تفضلي 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 تفضلي. كيف حالك؟ سلم. مسكتني ها. سلم يا ماما. سلم يا ماما. ايش جاب لك؟ من جاب لك هذا الفستان؟ ماما. من جاب لك هذا الفستان؟ ماما. ماما؟ انت تحبي ماما ولا بابا؟ ماما. تحبي ماما أكثر من بابا؟ طيب حنعرف إن أنت تحبي ماما ولا بابا أكثر. نبدأ نتعرف على أسماءكم. يلا قل لنا ايش اسمك كامل. محمد عبد الكريم قاسم مثنى علي البكر. جميل. وانت يا ماما ايش اسمك؟ لما عبد الكريم قاسم مثنى علي البكالي. ما شاء الله، انت ليش حلوه كذا ما شاء الله؟ ها انت حلوه كثير ما شاء الله. ربنا يحفظك ان شاء الله وابوك وامك. طيب محمد كلمني، معك اخوان؟ كم معك اخوان؟ لما وعلاء وعلاء ولؤي لؤي أسامة. ومن؟ أسامة. ومن؟ أسامة. أسامة. طيب أسامة معه أسنان ولا ما فيش معه أسنان زيك؟ نعم. ها؟ نعم. ليش الأطفال كلهم ما يجيش معهم أسنان هنا وهنا؟ ليش؟ نحن نخلعهم. لأن أنتم تخلعوهم. طيب هم يجوا مرة ثانية الأسنان؟ يجوا مرة ثانية؟ أيوة. شوف لما معها أسنان، كيف عليك كذا لما؟ تعالي كذا قولي له أنا معي أسنان ما فيش معك، قولي له. طيب من أكثر واحد تحبيه في البيت يا لما؟ بابا ولا ماما؟ تحبي محمد أكثر من بابا وماما؟ بس محمد وبس ماما وبابا ما تحبيهمش ها؟ طيب هم بعدين في البيت عملوا معاش. محمد أكيد عندك موهبة صح؟ يلا قل لنا إيش موهبتك؟ كرة القدم. كرة القدم بس؟ كرة السلة. كرة السلة يعني كل الرياضات. كرة الطائرة. أها كرة الطائرة وكرة القدم وكرة السلة. عمار جبنا الشوكولاتة يا مرحبا. بس اليوم تحاسب ليه ما رضي يجيب الفلوس؟ ما عليك المخرج ما يحاسبك. هذا جمال دائما يدخل يا محمد ويا لما يبيع علي شوكولاتة فأنا أشتري منه. شكرا لك جمال، شكرا لك. هذا عمو جمال اللي دخل دائما يبيع شوكولاتة فأنا أشتري منه. أنت تحبي البريك صح؟ تحبي هذه صح؟ وأنت تحب الكندر؟ طيب أنا بأكل شوكولاتة. ليش ما اشتريتم منه شوكولاتة طيب؟ ليش ما اشتريتم منه لما شوكولاتة؟ ها؟ طيب محمد قلت لي أنت موهبتك كرة القدم والطائرة كل الرياضات تحبها ولما تعرف تنشد مش؟ طيب تعالي يا لما، تعالي يا لما. هذا الشوكولاتة طعمها حلو صح؟ يلا إيش بتسمعيني من شو ده؟ إيش بتسمعيني من شو ده؟ يلا سمعيني. لذيذة طعمها. يلا سمعيني. سمعيني من شو ده؟ طيب خلاص كلميني شاوريني ايش الانشوده. ما حد يسمع. لا تسمع يا محمد. شاوريني ايشي ايش؟ يلا سمعيني ايشي. قهرها بشوكولاته. ايش شوكولاته؟
روح ارجع مكانك. محمد دائما كذا خجلان. الله يا ربي دائما كذا خجلانه في البيت، ولا في البيت تشاغب وتجري وتلعب صح، لكن هنا خجلانه عشان الكاميرات ولا. بس الشوكولاته طعمها لذيذ. اخبيها هنا بعدين. هذا الدب حق من؟ حق من؟ ها؟ حق من هذا الدب دب؟ محمد معه نفسه. ها؟ محمد معه نفسه. محمد معه نفسه؟ معه نفسه؟ نفسه. وهذا؟ نفس حقي. نفس حقش؟ نفسه؟ ايوه. ايوه ما هوش هو صح؟ لا. هو نفسه معاش. طيب في حد منكم حصل على كأس صح؟ ليش حصل على كأس يا محمد؟ ايوه. الكأس هذا حق من؟ مش عارف حق من؟ روح جيبه. طيب هذه ميدالية وهذا كأس. حق من هذا وحق من هذا؟ حق من يا لما؟ حمودي. حق حمودي؟ اشتراهم ولا كيف؟ حق من هذا؟ حق اسأل بابا، حق من هذا؟ في الدوري الرياضي. من دوري؟ من دوري الرياضة يقول بابا، كيف تقول ما تعرفهمش؟ لا. حصلت على ميدالية بابا يقول وفزت وجابوا لك الكاس عشان تلعب كورة. ممكن حد يجيب لنا كورة لو سمحتم؟ خلونا نشوف يعرف يلعب ولا ما يعرف يلعب. جربوا يعني؟ شكرا. يلا ها جيبي لي واحدة من قصص توم وجيري. يلا اشرح لنا. هذه جيري. ايوه. جيري عند توم. ايوه. ويضرب الفنان. ايوه. في النهاية من يفوز؟ الجيري. الفار. ايوه. ومحمد من يحب مسلسل فلا وسالي؟ لما تحبيهم كثير؟ ايوه قبل سالت سالي. متى هو يجي المسلسل؟ يا عظيم المراد من يشتري البيض الحالي خلق بيض. يا عظيم الرجاء صاحب البيض جاء بيض 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 يا ليلى يا بيضاء يا جنة يا بيض راح البيض بيض يا حبيبي بيض. بس احنا بنصور يا اخي اذا سمحت. ها احنا بنصور. انت بتصور؟ نعم. بارك الله كل واحد. ايوه انت تصور. بيض بيض يا سلام. تسيب يا حبيبي بيض بيض بروتين والله بروتين بيض يا حبيبي بيض بيض. ما فيش حد يحب البيض ربي يحفظه. لا يحب البيض. انا اوريه شوف هي بكم؟ ب 50 حتى بعد القرعه والله اني ب 50. تشتري يا محمد بيض؟ تحب البيض يا حبيبي بيض؟ تحب البيض ولا ما؟ لا 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 يحب. اصبر انا اوريه شوف بيض. لا في راسك في راسك في راسك. ايوه انا انسان شوف حاضر على النظافه. طيب رميت البيضه في الارض كيف تحافظ على النظافه؟ بس واحده ثانيه جديده شوف. اها البيضه المحوج من اكل تزوج. البيضه 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 البيض. يا عظيم الرجل صاحب البيض يا بيض 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 على 50 يا رحوي على 50 بيض 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 يا ليلى يا بيضه يا بيض 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 ب 50 انا اديهم لهم بلاش عادي. محبوبين اجيب لهم بلاش. ها اذا بتجيب لهم بلاش بنشتري منك يا اخي ب 50 ب 50 والله. انت قلت بلاش انا ما انا بعدين يقولوا كلمه الرجال ما ترجع. خلاص يا اخي ها بلاش بلاش خلاص. خذ يا لما خذ يا لما لما بيض بيض بروتين بروتين يا بنتي. محمد يا اخي محمد يا اخي هذا البيض مليح يخليك تكبر يا ابني بسرعه. الله ما حالكر ما هو هذا يا ابني. الله الله ايوه كل بيض 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 علي بيض يا استاذ. الله قول له كلها انت. قول له كلها انت. وعد حاسبني. ايوه قول له وعد حاسب. ايوه بايض بايع بايض بايض بايض. شكرا لك. لا خلينا نصور لو سمحت. كلمه خلينا نصور. خلينا نصور بعدين. لا 50 راح وقف. قول له يبعد من هنا يا محمد. قول له خلينا نصور. يا حنا طلب الله عليه. خلاص بعد ما نخلص البرنامج نشتري منك. بعد يا محمد كلمه. محمد اسمع يا لما قولي له نشي نصور. اسمع بس 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 بصور. اي نصور ونطلب الله والحجاج يحب.
طيب جيبوا له ما جيبوا له ماشي. احرق لك احرق لك. طيب انت الان اكلت بيضه كامله، اشرب ما اشرب ما. يا محمد لما نجيب له شوكولاته عشان يمشي. اه انداري آه. حد بيجي عندك بالتصوير؟ جيبوا له قولوا له خلاص امشي، جيبوا له شوكولاته. ما رايك ما اوي ابي عليك هذا مو ابي عليك تصوير 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 شغل معك. خلاص الشوكولاته امشي، خلينا نصور لو سمحت. عشر البيض ال 50 حق البيضات بعد ما نخلص البرنامج نشتري منك. وعد وعد ان شاء الله. بيض بيض. شكرا. شوكولاته بيض. ايوه بيض 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 عيدكم بهجة ونور والفرح ينشر عبيرة، خلي يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة. طيب يا محمد ولما في حد زاركم في رمضان كانت مفاجأة لكم؟ من اللي زاركم؟ خالتي جميلة وخالتي بدرية. كيف كانت الزيارة حلوة؟ ها؟ تحبوهم كثير؟ طيب يا لما في حد في مكان رحتوه انت بابا وماما وكل اخوانك اسمه المفزر، تعرفيه؟ تعرفيه؟ ايش عملتوا هناك؟ سبحت. سبحتم؟ تعرفي تسبحي؟ طيب تسبحي هنا؟ ليش؟ ها؟ طيب ريتاج، من ريتاج؟ صاحبتك ولا صاحبتها؟ صاحبتك. ها؟ صاحبتك. طيب قولي صاحبتي. طيب تحبي علو بنت خالتك ولا ما تحبيها؟ علو؟ تحبيها؟ ها؟ ليش تحبيها؟ ها؟ كذا. طيب خالو منصور تحبيه؟ تحبي خالو منصور؟ ايوه. طيب اسوي لك زي ما يسوي لك ساعة هنا، عض يدك هو يسوي لك ساعة هنا صح؟ أنا. طيب محمد أكثر حاجة تحبها ايش؟ حلبة المصارعة. حلبة؟ المصارعة. تحبها كثير. في معاك حق الملاكمة هذه في البيت؟ في الملعب حق عمي عبد الله. بما أنك حصلت على هذه الميدالية وهذا الكأس في كرة القدم، هل يعني حاططهم عندك في الغرفة ومرتبهم ومحتفظ فيهم؟ ها؟ أيوه. طيب المجلس. كيف جبناهم هنا؟ كيف جبناهم هنا؟ هذا واحد ثاني. هذا واحد ثاني مش هو؟ تأكد. امسك تعال خذ. تعال. تأكد هذا هو ولا واحد ثاني؟ واحد ثاني. ما هو شو؟ طيب روح اسأل بابا قل له هذا هم ولا لا؟ تعال. روح اسأل بابا. هذا هو؟ هذا هذا؟ احنا أخذنا الكرة عشان نشوف إذا حيقدر يعمل حركات صح؟ حقك ولا مش حقك؟ حقك. طيب يلا روينا حركات هنا بالكرة. هات يلا خلينا نشوف. انا اتبص انا وانت. روح هنا روح هنا. يلا ها. يلا قوم شوتي له الكرة. شوتي له الكرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الأستاذ. يا حلقة أستاذ عمار. حياك الله كيف صحتك؟ من أموري اللي معك؟ إيش اسمه هذا؟ هذا محمد وهذه نما. ما شاء الله. يلا متجهزين للتحدي اليوم؟ لسه هم مش عارفين. طبعا الأستاذ دائما يجي يعطي أسئلة للأطفال اللي معانا ويشوف إذا حيعرفوا يجاوبوا ولا ما حيعرفوا إيش يجاوبوا. لا ما حيعرف. حتجاوبوا يا محمد ولا لا؟ حتجاوب علي تمام؟ وأنت حتجاوبي تمام يا نما؟ ما حتجاوبيش؟ طيب محمد حيجاوب عليك. يلا انا اتحداهم الاثنين. يلا بسم الله. يلا السؤال الاول يقول يا 11 زائد 4 كم يساوي؟ 11 زائد 4 كم يساوي؟ اجمعي شوفي هذه 4. تعرفي تعدي لنا؟ 15. ها صح 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 صح. طيب السؤال الثاني، هل أنتم محبوبون؟ يعني أنت محبوب؟ ليش؟ إيش السبب؟ لأن الناس يحبوني. الناس يحبوني. ليش؟ إيش السبب؟ عمو عمار يحبني. عمو عمار يحبني. وينتي؟ قولي له عمو عمار يحبني كثير. قولي له. لا هي صامتة اليوم ما عليك. طيب أوكي.
طيب خلاص انا محمد حيجاوب بالنيابة عنها. معاي سؤال صعب واتحدى محمد واتحدى تجاوب. يلا يلا. ايهما اقوى، الفيل او العصفور؟ الفيل. الفيل او العصفور؟ الفيل. العصفور. يعني ليش تعمل كذا؟ العصفور اكبر من الفيل. الفيل او العصفور؟ قال لك الفيل او العصفور، اي اكبر، الفيل ولا العصفور؟ الفيل. طيب قل له الفيل. اجابة صحيحة. طيب خلاص اخر سؤال، ما صعب هذا السؤال ما بيعرفه. يلا، كم عدد اسنان الدجاجة؟ ما بش. كم؟ خمس او ست؟ ما بش. تمام صح؟ ما بش. لا ما اسنان. لا مستغربة كثير. كم عدد اسنان الدجاجة؟ ايوه كم البنت الصغيرة؟ كم عدد اسنان؟ خمسة او ستة؟ الدجاجة معها اسنان؟ لا ما فيش معها اسنان. الدجاجة معها اسنان يا استاذ. ها؟ عشان تطرح هذا السؤال. كم عدد اسنان؟ ايوه السؤال لكم. جيب اسئلة زي الناس بعدين تعال. جيب اسئلة زي الناس. ها؟ بعدين تعال. جيب اسئلة زي الناس بعدين تعال. هذا السؤال سهل. جاوب عليك. ما فيش معها اسنان. الا معها اسنان. لا. ما فيش. متأكد؟ يعني ما فيش فايدة يا استاذ عمار. ما فيش فايدة، كل الأطفال اللي بنجيبهم عندنا بيجاوبوا تمام. وكويس. خلاص انا بكره حاجي واجيب اسئله صعبه واتحداهم يجاوبوا. هنشوف. يلا مع السلامه. الى اللقاء. سلامة. يلا الى اللقاء. شكرا استاذ. مع السلامه. يا محمد من يشبه هذا؟ من يشبه؟ حق البيض. حق من؟ حق البيض. حق البيض يشبه. ليش تضحك؟ طيب في معايا حاجه هنا انا شيء نشوفها مع بعض. خلينا نفتح هذا اللي هو اول حاجه. انا طيب. وهذا الالبوم حق من نشوف؟ من هذه؟ ها؟ انتي. هذه انتي وهذه انتي؟ كيف الثنتين؟ ما ينفعش. هذه بنت وهذه بنت ثانيه. لا هذه واحده سلام. تشبهك. هذه واحده تشبهك. ها؟ نفس بعض. نفس بعض. هذه تشبهك. طيب هذه من؟ انا. هذه كمان انت؟ ايوه. وهذه؟ انا. هذه وهذه نفس البنت. حبه صوره حبه صوره. طيب خلينا نشوف محمد. طيب هذا كم كان عمرك هنا في هذه الصوره؟ كم كان عمرك؟ كنت صغير ولا انا في نفس هذا السن؟ بس كان شعرك اكبر من كذا، الحين شعرك صغير. طيب وهذه الصورة متى أخذتها؟ هذه؟ في نفس العمر. كأنه في حفلة صح؟ حفلة. حفلة إيش هذه؟ حفلة مسابقة. مسابقة. مسابقة إيش؟ مسابقة حق سواق سيارة. أيوة. هذه لما رحنا صبحنا. هذه لما رحتوا المفزر؟ أيوة. هذا من؟ هذا ابن حمود. هذا حمود. وهذه من؟ لما. لما. هذه لما. وهذا من؟ علاء. علاء. وهذا من؟ لؤي. لؤي. فين لؤي؟ سكة. وين موجود لؤي؟ سكة. روحوا جيبوه. روحوا جيبوه. روحوا جيبوه لؤي. تعال تعال تعال. هي تعال عند أمي. هذا من يا لما؟ لؤي. اسمك ايش؟ لؤي. اسمك لؤي. هذا اخوكم الكبير يا لما؟ صغير. اخوكم الكبير؟ صغير. اخوكم الصغير ولا الكبير؟ الصغير. ليش تضحكي طيب؟ وهذا من؟ سامة. من هذا؟ اسامة. اسامة. طيب وهذا فين اخذت الصورة هذه يا محمد؟ بالملعب. بالملعب ايش كانوا يعملوا؟ يلعبوا كرة. تلعبوا كرة؟ هذا ابن عمي وهذه بنت عمي وهذا ابن عمي. ولما فين؟ لما فين؟ هذا هذا ابن خالتي. فين لما؟ ليش ما اخذتوهاش معاكم في هذه الصورة؟ مش موجودة. ليش ما أخذوش يا لما؟ ليش ما ليش ما أخذوها أخذوش معاهم؟ ما دعم يا الضلة. أنا أخذوني. أنت 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 أخذوك في هذيك الصورة؟ هذولا كلهم. أيه. استنى أبغى أسألك. ها؟ من هذا؟ من هذا؟ أنت. من هذا يا لما؟ أنت. هذا أنا. متى أخذت معي الصورة هذه؟ محمد نشتي نسمع منك كلمة تقولها لكل اللي بيشوفونا الآن.
ايش تقول لهم بمناسبة العيد؟ عيد مبارك. بس عيد مبارك؟ زيد كمان واحدة. عيد مبارك علينا وعليكم. عيد مبارك علينا وعليكم. أين الهدايا؟ هذه لمن؟ هذه لمار. لما يا لما أنت تحب العروسة؟ هذه هدية جبناها لك من البرنامج، خذيها. طيب وهذه لمن؟ بما أنك تحب المصارعة تمام والرياضة، إحنا جبنا لك هذه اللعبة. تعال تعال خذها. شكرا. طيب فرحانين؟ فرحانين؟ ليش فرحانين؟ فرحانين بالعيد. طيب ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الابتسامة التي زرعناها في وجه محمد ووجه لما. أيضا أنتم أحبة المشاهدين يتوجب عليكم إسعاد أطفالكم وأبنائكم. نتمنى لكم السعادة الدائمة، ونتمنى أيامكم كلها تكون أعياد وأفراح إن شاء الله. إلى أن نلقاكم ونقول مع السلامة. نقول مع السلامة. يلا مع السلامة لما، قولي مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا تعالوا نتصور مع بعض، تعالوا نتصور. عيدكم بهجة ونور والفرح ينشر عبيرة، من يفرح يا صغير خلي فرحتنا كبيرة. عيد يا محلى الطفولة والفرح زهرة وفولة، يسعد الأطفال يلا كلنا ننعم بخيرة. عيد يا محلى الطفولة.